الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الأخوة، بكل مشاعر المواساة أتقدم بخالص التعازي لذوي شهداء الواجب وإلى زملائهم وإلى كافة أبناء الوطن جميعا، وإلى الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا العلي القدير أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء، مصداقا لقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأخوة، إن ما وقع بالأمس في قرية الديه من اعتداء أسفر عن استشهاد 3 من رجال الأمن أثناء تأديتهم للواجب، وما سبق ذلك حادث الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن في قرية الدير بتاريخ 14 فبراير، يعكس مدى الخطورة التي وصلت إليها هذه الأعمال الإرهابية التي تصنف بالقتل العمد وانعدام الإنسانية. وإن استهداف الأرواح فعل آثم ومدان من الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، بل هو أشد إذا كان يستهدف من نذروا أنفسهم لحماية الأرواح. وإذا كان هذا موضع استنكار من الخارج، فالأولى أن يكون كذلك من الداخل، ليس بالقول فقط بل بالعمل للتصدي له. وإن المظاهر والمواقف التي شجعت على ارتكاب هذه الأعمال يجب أن تتوقف، وأن يتم وضع حد لمثل هذه الممارسات، وبخاصة من جانب كل من له تأثير على حراك الشارع، سواء من المنابر الدينية أو الجمعيات السياسية وسائر الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد. وإن استسلام القوى السياسية لصوت العنف والإرهاب يضعها في خانة التجريم، فالإرهاب لا يسيس بل هو جرم كبير. وإن الفئات التي تمارس الإرهاب تحت مسميات وتنظيمات مجهولة، إنما تمثل جيوبا وجماعات خارجة عن القانون دأبت على استباحة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بالتفاخر بهذه الأعمال وما هو أمامنا في الواقع من تحدي أمني لا ينتهي باستنكار أو إدانة. فنحن نتعامل مع نفوس عديمة الضمير لم تراعي مخافة الله، مما يستدعي تحديدها ونبذها ومحاصرتها لتنال جزاءها لأفعالها الإجرامية من أجل حماية المجتمع من شرورها وخطرها المتزايد. وإنما يحدث في الداخل له ارتباطات خارجية حسب الإفادات والأدلة المادية المتوفرة لدينا، وقد سبق أن أعلنا عن ذلك وأشرنا إلى أن التدريبات في الخارج حسب الاعترافات المدونة تمت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وما صاحب ذلك من بيانات رسمية ومساندة تحريضية، كما أن المتفجرات التي تم ضبطها مؤخرا كان مصدرها العراق. وأود أن أؤكد بأن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها الأمنية تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وما صدر من مجلس الوزراء الموقر فيما يتعلق بتطبيق القانون على كل من قام بالعمل الإرهابي المشين، والقيام بكل ما يلزم لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي هي دون شك محاولات لتعميق الشرخ الطائفي، والتي سوف لن تبعدنا عن جادة الصواب ومنهج الحق، بل تزيدنا تمسكا في عدالة القانون والتأكيد على تطبيقه على كل من يخرج عليه
وفي هذا الشأن فإنه هو بفضل الجهود الأمنية الحثيثة فقد تم توقيف 25 من المشتبه بهم في هذه القضية، وإن عملية تعقب باقي الجناة مستمرة بلا هوادة من أجل القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم معاهدين الله أن نظل الأوفياء لدماء شهدائنا الطاهرة وماضون على درب الفداء والتضحية حفاظا على أمن الوطن واستقراره بكل عزيمة وأصرار. وفي ضوء هذه الأوضاع الأمنية فإن أمامنا طريق من العمل الجاد بتكاتفنا وبتعاون الأشقاء معنا، وإن ما يهدد البحرين يهدد دول المجلس كافة، ونحن نشكرهم ونقدر مواقفهم الأخوية الصادقة وتعاونهم ومؤازرتهم. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واسكنهم فسيح جناتك، والهم ذويهم الصبر والسلوان، واشف المصابين من جرحى الواجب، وأدم على مملكتنا نعمة الأمن والاستقرار، واحمها من كل الشرور والأخطار، واحفظ لنا قائدنا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأيده بالنصر والتمكين، إنه نعم المولى ونعم النصير.